بسم الله. أول شيء مرحبا. اليوم بدي أشرح أنا وآية عن الأكشن ريسيرش. الأكشن ريسيرش كمفهوم هو أي إشي بعد يجي أو هو قرار بيجي بعد ما تطلع لنا بروبلم بالشركة أو نلاقي مشكلة يعني صارت معنا وبدنا قرار لنحل هاي المشكلة. بعد ما ناخذ هذا القرار في الحل رح نبدا في شيء اسمه اكشن ريسيرش. بس قبل ما نفوت اكثر بالتفاصيل بدي اراجع شويه بال اللايف سايكل تاعت اي اورجانيزيشن او اي برودكت او غيره. اول شيء طبعا بتبلش اي شركه باي مشروع بتبلش بالانترودكشن تاع هذا المشروع، توصل لمرحلة بعدها بتنتقل لجروث. هاي الجروث اللي عنا اللي هي أهم مرحلة أو المرحلة اللي لازم تكون أطول ما يمكن. طبعاً بنوصل عند هاي النقطة تقريباً، هاي النقطة اللي إحنا سميناها في الـ ABCD model بالنقطة A. طبعاً أنا هون عملتها لأني رسمتها في إيدي فحتلاقوها شوي إنه مش منحنى، بس طبعاً يعني إحنا لو بدنا يجي للصح هي منحنى يعني. النقطة A هي اللي إحنا بنستوعب ساعتها إنه إحنا عم بنمر في مشكلة ولازم حلها. ممكن المشكلة تكون إنه أرباحنا وقفت عند مرحلة معينة ما عم تطلع، أو إنه أرباحنا مثلاً عم تنزل، أو مثلاً سوشيالي إنه إحنا عم نفقد كاستمرز أو هيك أشياء. يعني في أكثر من سيناريو كيس للنقطة A بيمثل. المهم إنه بيمثل إنه إحنا خلاص استوعبنا إنه في مشكلة. مشينا من النقطة A. في عنا هاي الستيج اللي هي هاي المرحلة اللي بنمشيها، اللي هي فعلياً إنه عم ندرس إنه بدنا نغير وضعنا الحالي. عم نعمل زي كيف إنه بندور على سوليوشن للمشكلة تاعتنا. فهاي المرحلة هي المرحلة اللي من خلالها بوصل لل action plan اللي هو انا التصرف اللي لازم اعمله على اساس انه ولما انفذه يا اما بطلع برجع لجروث او بضلني ستيبل او ديكلاين، طبعا حسب نجاح هذا السوليوشن وكونه فاعلي او لا. ففعليا هاي المرحله عندنا، لو مثلا خليني اطرح نقاش، هاي المرحله لو كان مين احسن تكون طويله ولا تكون قصيرة في بناحية مشروع ونجاح وهيك؟ ممكن تكون أحسن تكون هاي المرحلة أطول. يعني كل ما كانت هاي المرحلة أطول ممكن أنا أتعرف على المشكلة الموجودة عندي وأجمع معلومات عنها بطريقة أحسن. هيك أنا حسب رأيي إنه حسب ما فهمت إنه المرحلة A من A ل B أنا بأخذ القرار إني أنا بدي أحل المشكلة اللي عندي، صح ولا لا؟ تمام. هلا بحس يعني حسب ما أنا فكرت إنه لو هاي المرحلة تكون أطول بصير أنا عندي خبرة وأكثر، يعني بصير عندي خبرة ورؤية أكثر عن المشكلة اللي أنا فيها، وبتكون عندي كمية بيانات كافية إني أتعامل مع هاي المشكلة. هيك حسب رأيي. تمام، شكرا شادي. مين عنده وجهة نظر ثانية أو بأي شادي؟ تفضل. هلا بالنسبه لانها تطول او تقصر، هي اقصر احسن، لانه اذا انا بدي اطول لاحل المشكله من لاوصل من A ل B عشان اطلع او اضل ستابل، اذا كانت الفتره طويله راح يصير المنافسين لي ممكن يتطوروا اسرع، ممكن خلص المشكله انه باخذ خلص يعني راحت بصير مشكله ثانيه فوق راسي. يبقى فهمك إنه يعني كل ما كانت تقصر أحسن. تمام كملي، بس عشان قلنا نعرف عن حالنا قبل، يا ريت أي حدا بيشارك يعرف عن حاله قبل. تمام كملي ريم. كل ما كانت أقصر أحسن عشان المنافسين، إذا طولت المدة ممكن يجي منافسين تانيين يكونوا حالين هاي المشكلة وأنا لساتني ما وصلتش لحل، خلاص بوصل للديدلاين. أو مثلا هاي المشكلة إنه خلاص يعني راحت فترتها، اجت كمان مشكلة فأنا لساتني بنفس المكان لسه بحل بهذيك المشكلة. فهمت علي؟ تمام، شكرا ريم.
مبدئيا بدي احكي انه انا بتوافق شويه مع ريم، لانه فعليا كل ما كانت اقصر هاي الفتره كل ما كان امكانيتي لاني انتقل لمرحله الجروث اقرب. ففعليا لو النقطه بي هون بالنص وانا فعليا كان سكسسفول سكسسفول السوليوشن تاعي، انا رح اطلع في الجروث من هون فعليا بوقت اقل، انا حققت جروث اكبر. عشان هيك انا بعتبر الفتره بين A و B كل ما كانت اقصر كان احسن، تكون افضل، كان الوصول للجروث افضل. في حد يضيف اشي؟ تمام. هلا عندنا بدي اكمل في باقي النقاط. عندنا النقطه سي زي ما انتم شايفين. النقطه سي بتمثل قبل ما تكملي لنقطه سي. تفضل دكتور. الله يعطيكم العافيه انس، ردود الفعل كثير حلوه، هالتفاعل كثير حلو وجيد. بس اذا بنروح للتعريف، نقطه A هي النقطه اللي هي اخر نقطه في مرحله النمو، يعني the last point in a growth stage. لأنه the point beyond A، النقطة بعد A هي إنه النمو تبعنا عماله is declining وعماله يتناقص، أو ممكن يكون إنه stable، أو في إحنا في مرحلة الماتشوريتي خلاص مش عمالنا نقدر ننمو أكثر من هيك. فهي point A هي مرحلة إنه اكتشفنا إنه في عندنا مشكلة، مرحلة ال initiation stage. No, والله we have a problem. المرحلة اللي لازم يكون في عيون الإدارة في المؤسسة مفتحة وأجهزتها ترصد إنه والله إحنا مش عمالنا ننمو مرة تانية. هاي مرحلة اكتشاف إنه والله we have a problem، أو مرحلة إنه والله بدنا we need to develop، لازم نطور. والفترة ونقطة B اللي هي إنه والله we found the solution for that problem. والفترة بين A و B اللي هي مرحلة الOD اللي هي التطوير المؤسسي، إنه اكتشفنا المشكلة ودخلنا في OD process اللي هو planning و acting and checking and doing، وإنه نلاقي الحل. فأنا مع زي ما حكت ريم إنه هاي لازم تكون أقصر ما يمكن. Yeah. هلا عنا لنفرض السوليوشن اللي اخترناه احنا بدنا اياه. نقطة سي، من عند نقطة سي صار في عنا نقدر نحكي له growth. يعني نقطة سي بتمثل ما بعد الديكلاين، فكرة جديدة انه احنا طلعنا بسوليوشن للحل، يعني هون زي سوليوشن متأخر. فاحنا فعليا النقطة سي بتمثل سوليوشن ما بعد الديكلاين، ما بعد الديكلاين انه نزلنا او انه ما حققنا نجاح، صار عنا ديكلاين، مش لاقي صراحة الكلمة العربية. بعد الديكلاين طلعنا بالسوليوشن اللي حيحقق لنا الأرباح، فهون سميناها النقطة سي. ففعليا احنا عندنا A الانيشيشن، B اللي هو we found the solution، and منه بننطلق سواء لا يا اما بنجح هذا الحل يا اما بنضل نفس ما احنا يا اما ديكلاين. بعديها اجينا لنقطة جديدة اسمها النقطة سي. النقطة سي بتمثل لنا سكسس بعد متأخر، يعني احنا نقدر نقول له انه هو نجاح متأخر لانه بعد ما بلشنا في فترة الديكلاين طلعنا فيها. صحوة متأخرة، يعني احنا صحينا انه القرار اللي اخذناه، الطريق اللي عمالنا بنشتغل فيه، اللي هي كمان لقدام لما راح تشرحي اللي هي الفيدباك. When you have a feedback from and the results of the OD of the intervention، يعني احنا في نقطة B قررنا انه رح ناخد او our intervention حل المشكلة تبعنا، انه نعمل شغلة معينة، we have a plan، بنبلش نطبق الخطة. هلا الفيدباك بعطيني انه انا مالي يا اما نجحت
أو فشلت. هلا إذا كان في عندي فيدباك سريع معناته الديسكفري نقطة سي هاي برضو ديسكفري إنه we have a problem we need to have another solution. وهذا هو جزء من التخطيط الاستراتيجي إنه بكون عندك خطة ألف وخطة باء يعني بلان بي وبلان سي عشان تتراجع عن الخطأ اللي أنت عملته بأسرع وقت ممكن. أنا بس بدي أضيف شغلة بدي أحكي شغلة قبل شوي حكيت أنا والدكتور بالنسبة إن أنا من نقطة A لنقطة B قبل شوي حكيت أنا والدكتور إنه أنا ممكن على مستوى الجامعة إنه الجامعة ما أخذت القرار بشكل سريع إنها شو هتعمل من ناحية إنه بدها تتأكد أو بتكون عندها ثقة إنه هذا القرار بده يطبق لا مشان ما تفشل. ممكن الفترة إنه أنا A ل B ما يأثر يعني يكون أحسن الفترة أطول من ناحية إنه أتأكد إنه أنا القرار اللي بدي أخذه حيوديني لإنه مثل ما حكيت إنه decline ولا بدي يصير عندي growth. يمكن أنا من وجهة نظري حكيت إنه يمكن يكون هي والباقشة لأنه بناء يعني لو أنا مثلا أخذت قرار بشكل سريع وما كنت أثق إنه هذا القرار بده يطبق ممكن هذه يعني أدني أنا يعني وصلني للديكلاين. فأنا من وجهة نظري حكيت إنه ممكن تكون لو هاي الفترة أطول فأنا بتأكد إنه أنا القرار تاعي حيطبق والقرار تاعي حيعطيني يعني أشياء إيجابية. Exactly. كلامك صحيح 100% يا حبيبي جادي. بس تخيل إنه كان عندك القدرة والمعلومة إنه you come up with the right solution بأقصر طرق بأقصر وقت يكون أفضل. تمام. بهاي الحالة لما أنا ما أكون متأكد فأكيد حتكون الفترة أقصر لما يكون عندي الحلول وتكون عندي المعلومات بشكل يعني واضحة وتوفر حي يكون الفترة عندي أقصر وهذا إشي أحسن. بس أنا حكيت بالنظر هون 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 السؤال حبيبي بشادي والكلام للجميع كيف نقدر نعرف انه اي مؤسسة او اي شركة ضمن المنافسين عنده قدرة على التأقلم اكثر اللي عنده فترة A و B اطول ولا فترة B A و B اقصر حسب شو فالمشكلة يعني المشكلة عادة هي external environment change صح صار وضع طارئ زي كورونا او وضع اقتصادي مين عنده قدرة على الاستجابة أكثر أسرع هو اللي بيكون عنده ميزة اللي هي بتكون اللي هي بتكون فيها المؤسس المنيعة اللي هي لها قدرة على التنبؤ بالأشياء اللي هتحصل يعني بيكون عندها فبتكون تنبؤ A و B الأشياء اللي هتحصل بتكون الفترة A و B أقصر ما أقل ما يمكن هاي بالنسبة بتكون A و B أقصر لما تكون المؤسس المنيعة وعندها قدرة إنها تنبأ بالتغير المفاجئ عندها شكرا شادي فظيع أنت عارين you raised hand في عندك تعليق تمام عارين اقرا اسفه مرحبا هلا حد سمعني سامعينك ايش تعليقك؟ شكرا انك انت مش ظابط طب عارين بنرجع لك بدي اكمل هلا للنقطه دي هلا شادي شوي استبق الامور يعني حكى عن المؤسسه المنيعه فعليا قبل ما احكي عن النقطه دي لازم شوي نراجع موضوع المؤسسه المنيعه لانه فعليا لو بدنا نشوف هي مؤسسة منيعة أو لا لازم نشوف هل هي كمان عندها النقطة دي قوية أو لا إيش يعني مؤسسة منيعة؟ طبعاً هي المؤسسة اللي عندها project management, strategic management عندها أدبها حالي إنه شو منه معدوم فعلياً تقدر تتكيف مع أي إشي بواجهها فالنقطة دي عم بيجيني إنه participants raise hand بس صراحة مش عم بشوف الأسماء بس أخلص حكي بحكي اللي حابب يضيف إشي يضيفه طبعاً فبالنسبة للنقطة دي النقطة دي هي فعلياً حاطينها إحنا قبل إيه لأنه فعلياً
اي مرحله اي لايف سايكل اذا بنشوف هون اي اي اورجانيزيشن بتمر في الجروث والماتشوريتي، فهي النقطه ايه هي هون. ففعليا كل مؤسسه رح توصل في مرحله من سوري النقطه هون ايه هون تقريبا اي مرحله من مراحل حياتها رح توصل للماتشوريتي ستيج، رح توصل لمرحله انه خلص هي ستيبل ما بتطلع اكثر من هيك. فال ريزيلينس اورجانيزيشن المؤسسه المنيعه هي اللي بتتنبا امتى رح اوصل انا للنقطه ايه، امتى رح تتنبا بالمشكله اللي حتصيبها لقدام وتستغل هذا التنبؤ في انها تقصر هاي المسافه قد ما تقدر عشان تلاقي وصولها للجروث الجديد اللي هو فعليا هاي العصايه يعني الجروث الجديد يكون اسرع ما يمكن. ففعليا كل ما كان تنبؤها احسن وانه خلص عارفه انه حتوصل للمرحله ايه بعد فتره معينه من الزمن وبلشت في الاكشن ريسيرش اللي احنا بنشرح عنه على البكير يعني وهي بهاي المرحلة رح توصل لسوليوشن بوقت أقرب مما إنها أول ما وصلت للمرحلة إيه عرفت في البروبلم هاي. ففعلياً الريزيلينس أورجانيزيشن المؤسسة المنيعة حيكون عندها النقطة دي نقطة عالية، عندها إكسبرتس في الريسك في يعني عندها experts بيقدروا بتنبؤوا في future problems اللي ممكن تصيبهم وبإيش ممكن يطلع solution مقابل هاي problems ويبلشوا الدراسة على البكير عشان يوصلوا لgrowth جديد بوقت أسرع بالتالي تقل المسافة بين A و B ويصير development أكثر. من اللي عملوا raise hand في حدا بيحب يضيف إشي يضيفه؟ أحكي شغلة. تفضلي ريم. تفضلي. شو اسمه هلا النقطة دي مش كل مرة معناها بتتكرر معنا؟ كيف يعني؟ يعني النقطة دي كل مرة بدي أعمل growth حتتكرر معنا يعني مش بس بالبداية صح؟ النقطة دي مش الكل عنده النقطة دي، النقطة دي هي انك مش توصلي هون فعلياً بالخط، النقطة دي اللي هو بيكون هون وبتنبأ بتنبأ لا الاي والبي رح تكون قصيرة او لا، مش بتنبأ في ايه حتكون قصيرة او لا، بتنبأ امتى حتيجي ايه عشان يبلش بهاي المرحلة يعمل ريسيرش بحيث انه البروبلم اللي حتيجي لما نوصل عند ايه يكون عارفها وملاقي لها سوليوشن بأقرب وقت ممكن. يعني هو فعليا ديم هو هون بتمثل زي اللي بتنبأه ب ايه تمام هلا اللي بتتكرر كل مرة، هي فعلياً اللي بتتكرر كل مرة لأنه كل organization حتوصل لماتشوريتي حتوصل لستيبل ستيج. فاللي بنقطة دي بيكون في experts بتنبأوا في ايه، فاللي عنده هاي الخطوة اللي عنده ناس بتنبأوا امتى حتيجي ايه حيكونوا resilience من ناحية انه انا قبل بأسبوع تنبأت انه ايه حتيجي لي كمان اسبوع، فانا خلال هذا الاسبوع اللي قبل ايه عم بعمل سوليوشن عم بدور على حل. ففعليا انا استغليت هاي وهاي سوليوشن، بس طبعا هاي حتقل انه انا استغليت هاي، فعليا يمكن انا من هون ابلش جروث جديد. تمام طب فهمت عليك، قصدي اهمية دي بقى حسيت انه مهمة اكتر بعد بي يعني بعد ايه اذا كانت إذا يعني بتوقع إذا رح أطلع أو أضل ستابل أو رح أنزل ديدلاين، يعني هي مهمة أكتر مما أنها تكون قبل إيه، أو ممكن تكون مهمة برضو نفس الإشي. يعني إذا ما اعتبرنا أنه في كمان لازم أصير أتنبأ قدام، يعني بعد ما أصير ستابل بعد ما أوصل لنقطة إيه لازم أرد أتنبأ كمان مرة إذا رح أطلع جروث رح أضل ستابل رح أنزل ديدلاين. ما بتنبأ أنا أنا ما بتنبأ بنتيجة السوليوشن، أنا بتنبأ بالمشكلة. يعني أنا بتنبأ إنه أنا كمان أسبوع رح يجيني ينزل سعر الدولار أو ينزل هذا، فهاي بالنسبة لي كشركة مشكلة. فأنا بروح خلال الأسبوع هذا بحاول أطلع حل، مثلاً أصرف فلوسي أو أعمل إشي. هيك فعلياً هي الشغلة، مش بتنبأ إذا حلي رح يصير growth ولا stable ولا decline، أنا بتنبأ إنه كمان أسبوع حيصير في نقص في الدولار، نزول في الدولار.
او بتنبأ انه حخسر هدول الكاستمرز لانه هدول الكاستمرز مثلا عندهم عطله عيد. فهمتي يعني كيف القصه؟ انه ايه بتمثل انه احنا في عندنا مشكله مش سوليوشن. تسمحوا لي تعليق؟ تفضل دكتور. انا كثير مبسوط للشرح انه النقطه دي هي النقطه للمؤسسه اللي عيونها تستشعر المستقبل، يعني هي بتحاول تكون عندها action research for the future problem، يعني it can anticipate the problem، تتوقع المشكلة. وإذا وكان عندها سيناريوهات كتيرة للحلول، بمعنى في النقطة دي إحنا بنقول إذا صار عندي مشكلة ما وحدثت المشكلة في نقطة A هون، معناته أنا already I don't need much time عشان أوصل للحل نقطة B. أنا automatically لأني كنت هون في نقطة D متوقعها، فعندي already plan B و C و D، فممكن automatically نقطة B تكون هون ويبلش أبلش بالتطبيق ويصير عندي الحل ويصير عندي growth stage. بس بدي أضيف شيء أنا كمان. بتصير بي هون. وهذا الحكي أعطيكم المثال اللي إحنا عمالنا منعيش فيه. إحنا في دولة فلسطين ورئيسنا رئيس وزراءنا الدكتور محمد اشتيا الكل، وبعكس ما بيصير عماله بأمريكا وأوروبا وهدول الدول في أوروبا، إنهم لما أخذ قرار رئيس الوزراء إن نبلش نعمل السوشيال ديستانسينج والحجز وسكرنا المدن وبطلنا الحركة وليمتد ذا موبيليتي اوف ذا بيبل، كان النتائج عندنا افضل من اي دولة تانية. بدي احكي دكتور شيء هون، فهمت وضحت الفكرة؟ ان هالمؤسسة يعني على ناحية دولة او مؤسسة منيعة، ممكن هم العاملين الرئيسيين اللي حيأثروا فيها هم الكلتشر والستركتشر. يعني احنا عندنا ممكن ما عندنا الامكانيات انه كنا نتنبأ، او ما عندنا امكانيات ان نواكب هذا الاشي. بس ممكن ما بدي احكي من ناحيه مواطنين، يمكن من ناحيه اداره او من ناحيه الهيكل التنظيمي. يعني عنده كلتشر، موجود عندنا كلتشر من ناحيه اداره نتعامل مع هاي الازمه. فممكن العامل الرئيسي اللي بياثر في هاي في المؤسسه المنيعه، او نحكي المؤسسه المرنه، هو الكلتشر. انا حسيت يعني الاداره، قرأت الإدارة. النظام على الإدارة بالضبط، الكلتشر الإدارة. أنا بدي أقترح عشان ما يصير الفيديو طويل، تنهوا وبتكملوا في فيديو تاني عشان أنتوا ريكوردين. نكمل في مرحلة تانية للشرح. بفيديو تاني إن شاء الله. بس معلش أحكي شغلة كمان على نقطة دي آخر إشي عشان نكون مخلصين من الـ ABCD model. بس بدي أحكي إنه خلينا أو يعني عشان نكون مؤسسات منيعة لازم ننظر للنقطة C كأنها competitive advantage ونعمل لإنه نعملها sustain، نحافظ عليها، نحافظ عليها. نقطة دي. مش سي. نقطة دي قصدي، أنا عم بأشر عليها. نخلي النقطة دي هي competitive advantage تاعنا، ونحافظ عليها ونحافظ على ونطورها أكثر لحتى نوصل growth بشكل أسرع، ودائماً تكون هاي competitive advantage تاعت مؤسساتنا لنضل بمرحلة growth ونبعد عن مرحلة maturity بشكل يعني أكبر. بس كمان آخر إشي بدي أحكي إشي بالنسبة، بس لو ترجع على المخطط اللي قبله على رسم الكوي. ها لحظة شادي، ما تروح، ارجع بس أحن أحط إشي هيك حابب أحطه، اللي هو الهوليكوبتر ستايل، كيف إحنا ممكن نطير، وهذا هو الأو دي بروسيس اللي هو هون صح؟ أيوة exactly. هذا هو الموضوع. شادي بس بدي احكي اخر، بس لترجع على الرسمه اللي قبلها، على الصوره اللي قبلها. بدي احكي من ناحيه مؤسسه منيعه، انه ممكن انا مشان اكون مؤسسه منيعه او يعني افضل شيء بالنسبه لمؤسسه منيعه واخدر اي مؤسسه،
انه اطول المرحله اللي ما بتكون يعني تيك اوف لمرحله الجروث، يعني مرحله الجروث تكون عندي اطول ما يمكن، ممكن هذا افضل حل انه انا اكون مؤسسي منيع، يعني من هون من عند التيك اوف لعند تكون هاي اطول مرحله، لان هي انت مثلا حكيتي شيء انه مثلا في الماتوريتي انا اذا وصلت الماتوريتي خلص حتميا حنزل ديكلاين، يعني ما في عندي حل، حوصل ماتوريتي ما حقدر اني مواكب حنزل ديكلاين. طب لو تكون عندي مرحله جروث هي اطول شيء، ممكن يكون هذا افضل حل موجود عندي مشان اضلني مواكب مثلا في السوق او اكون مؤسسي منيع او اقدر اتنبأ بالاشياء اللي بدها تصير عندي. ثاني يعني نحافظ على دي كومبتيتيف ادفانتج على اساس نضل نوصل لجروث اسرع، نضل نتنبأ في مشاكل ونحلها بسرعه على اساس نضلنا في مرحله الجروث ونبعد قد ما يمكن عن مرحله الماتشوري. صحيح، ممتاز هذه الفكرة، وهذه هي أساس الكونسبتس في الفكر الإداري اللي هو continuous development. continuous development إنه نضلنا في مرحلة تطور دائم. أنا كتير مبسوط فيكم وبفتخر فيكم، يا ريت تنهي عشان نسجل فيديو تاني. دكتور بس بدي أحكي شغلة عادي ممكن قبل ما تنهي، بس مش شرط إذا الشركة أو المؤسسة وصلت لماتشوريتي إنه ممكن توصل لديكلاين، يعني إنه خلاص ما دام وصلت لمرحلة الماتشوريتي مباشرة رح توصل لديكلاين، مش شرط، يعني في شركات كثيرة ما وصلت هالمرحلة بالعكس. بس إذا ما وصلت للديكلاين بده ضلها في ماتشوريتي ستيج، يعني ما في تطور ما في نمو. الماتشوريتي هي بتوقف، ما هي الشركة هي بتضلها تطور من حالها، يعني مش عارف. أنا أنت لاحظت بالمحاضرة أيام المحاضرة بيز لاحظت انه لما انا ذكرت هذا الاشي يعني صممت انه انا حكيت لك بالنسبه لهي النقطه، انه مش شرط انه يعني ما دام انها في الماتوريتي ممكن انها تطور من حالها او انه تضلها تحافظ على التطور اللي عندها. يعني ما هو الماتوريتي معناها انه انا اوقف ما اتطور، يعني انا وصلت لمرحله خلص وصلت التوب، ما يعني مثل بدي احكي مثل كنيه عبيتها مي، ما اذا بعبي فيها كمان شوي خلص بصير اذا برا. تمام، يعني انه ما بقدر اطور من حالي زياده، يعني حوصل خلص انا وصلت لازم اجيب شيء جديد، لازم اجيب شيء جديد، وهذا الشيء حي لا حي يعني حي يعني نزلني ديكلاين وبدي ارجع اعيد المراحل من اول. فانا حكيت فيك انه اطول مرحله شو عليه تطور مستمر، يعني كل شهر شهرين ما هم هذا الشيء يعني بخلينا نتوصل انه هم دائما في مرحله الجروث، يعني الشركه الناجحه او الشركه المنيعه هي دائما حتكون في مرحله الجروث. ممتاز، انهم الريكورد تبدا الريكوردينج. ايه